دكتور محمد الشواتفي استاذ الاداره والاستثمار والعميد السابق لكليه التجاره جامعه الزقازيق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا، وخليني اعرف من حضرتك بقى، احنا كنا دايما بنتكلم على اهميه خطوط نقل البضائع، سواء كانت خطوط سكك حديديه او خطوط ملاحيه، خطوط جويه، بكل الطرق عشان نزود صادراتنا باسرع وتيره ممكنه. اعرف راي حضرتك في الاجتماع وما تم فيه النهارده. خلينا نتفق اولا على ان هدف التصدير بالنسبه لمصر هدف قومي، وبالتالي هي ترى انها او تريد الدوله ان ترفع حجم الصادرات ل 100 مليار دولار، وعليه تصبح الدول الافريقيه من احد الاسواق المستهدفه على اساس انها يمكن ان تكون متسعا تصديريا وهدفا تصديريا بالنسبه للدوله المصريه. وعليه فهناك طبعا حضرتك تعلم والخبراء يعلمون ان اكثر الاشياء المعيقه والمعوقه للصادرات والتبادل التجاري ما بين الدول الافريقيه بصفه عامه ومصر والدول الافريقيه بصفه خاصه هو خطوط الملاحه وخطوط الخطوط النقل واللوجستيات. ولما كانت الدوله المصريه الحقيقه بدات في بناء مدن مواني كثيره وبدات بالبنيه التحتيه حتى تسهل وتيسر اللوجستيات في داخل الدولة المصرية من انتقال من أي مصنع موجود على أرض مصر إلى أقرب ميناء بالنسبة لها، وده واضح في عدد المواني اللي قامت بها الدولة المصرية وتحسين والتطوير الذي تم على أرض الدولة المصرية. وهذا يؤكد أننا نسير وفق الدولة تسير وفق استراتيجية واضحة محددة المعالم، تباطأت الخطوة أو زادت حسب الظروف الاقتصادية أو الدولية، إلا أن الهدف دائما هو هدف منشود وهو النمو التجاري ما بين أفريقيا ومصر. دكتور محمد، خليني أسأل حضرتك، لأننا نتحدث كثيرا عن رقم 100 مليار دولار تصدير، والحقيقة أنه منذ أن وضع السيد الرئيس هذا السقف للحلم، حلم الصادرات المصرية، من كتر ما ذكرنا المئة مليار ممكن يتسرب إلى العامة أن احنا اقتربنا، بينما الأرقام بتقول إن إحنا في 21 صدرنا ب 11.2 مليار، في 22 صدرنا 12.2 مليار. هل لدينا أرقام طفرية في 23 حتى اللحظة التي نتحدث فيها، يعني تعطينا كده تفاؤل يعني بتسريع وتيرة الأرقام؟ 11.2 مليار و 12.2 مليار ده رقم أعتقد أنه يعني يجافي او غير يعني ليس قريبا من الحقيقه. ليه؟ ده فندم الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء هو اللي قايل الارقام دي. في نوع ايه؟ الصادرات الكليه ولا نوعيه محدده؟ كاتب قيمه الصادرات. لا، كاتب للدول العربيه. حضرتك اشكرك. للدول العربيه، لان حجم الصادرات المصريه تجاوز 50 مليار السنه دي. هايل كويس، عشان كده بسال سعد. السلع البعيده عن البترول تجاوزت ل 42 مليار. إذا في هذه الحالة حجم التبادل التجاري ما بين الدول الأفريقية ودول مصر والدولة المصرية هو حجم بسيط، والدول العربية هو حجم برضه بسيط، لكن هو في هذه الحالة لو احنا أخذنا معدلات النمو هو لا يرقى إلى طموح الشارع المصري وإلى طموح الإرادة المصرية والدولة المصرية والإمكانيات الاقتصادية المصرية، لكن أرجع ذلك إلى عدة أسباب. السبب الأولاني إن هو ربما يكون حجم الصادرات طبعا السنة دي في السلع الزراعية ارتفع بشكل كبير، وخاصة في السلع البستانية والموالح والخضروات الكلية، وده يؤكد إن الدولة عندما كان هناك إنتاج محلي استطاعت إنها تكفي الإنتاج المحلي وتصدر، لكن المشكلة فين؟ المشكلة في الصادرات الصناعية والصادرات تامة التصنيع. وده عنده عدة مشكلات. المشكلة الأولى إن هو كمان الموارد اللي جاية من بره مع ظروف النقد المحلي أو النقد الأجنبي وتوفير السلع من الواردات أصبح هناك شيء من التعثر في بعض المصنعات أو سلاسل الإمداد. الأمر الثاني كمان لا يخفى على أحد إن الثلاث سنوات السابقة كان هناك تعثر في سلاسل الإمداد، سواء بالإغلاق في كورونا او سواء بالتعثر نتيجه اشتعال الحرب في شرق في بين اوكرانيا روسيا. كل ده بيقول لنا ان هو حتى مع ذلك، مع هذه الظروف الغير المواتيه وهذا الامال الغير محققه، الا ان النظره الى الاقتصاد المصري لابد ان تنطلق من عده مكونات. استاذن حضرتك بس اسمح لي ااكد على كلام سيادتك،
ببعض الكلمات للدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في لقاء تلفزيوني لأكد فيه كلام سعادتك، وقال أن الصادرات المصرية غير النفطية هذا العام قد تتجاوز 40 مليار دولار إلى جانب 13 مليار، وقال أن حجم الصادرات كله قد يتجاوز 57 مليار دولار هذا العام، وده تفاؤل عظيم نحو السقف. أرجع تاني للكلام اللي حضرتك بتقوله ونكمله مع بعض عن بقى الإمكانيات القادمة لمسألة التشغيل الملاحي ده، وممكن ترفع سقف صادراتنا لأفريقيا بنسبة قد إيه، خصوصا أن احنا البوابة الرسمية لأفريقيا في العالم كله. أنطلق من ذلك من نقطة أساسية، أن التصدير صناعة النهاردة ما بقاش يسمى تصدير فائض للإنتاج المحلي. أيوة. وبالتالي التصدير الصناعي ده لابد ان احنا نكون دارسين الاسواق الافريقيه او دارسين الاسواق في الدول الاخرى حتى يمكن ان نتعرف على حاجات ورغبات وطموحات وامال وتوقعات المواطن في الدول الاخرى عشان يكون المنتج بتاعه موجود. وده عندي ارضيه اساسيه، الدوله المصريه لا يجب عليها ان تضيع هذه الفرصه. الدوله المصريه بذلت جهودا كبيره من خلال البنيه التحتيه، من خلال سياسات التصنيع، توطين الصناعة، كل ذلك تم على أساس أن احنا نجني هذا من خلال صادرات، ونجني هذا من خلال إنتاج يدخل السوق المحلية عشان نقدر نتغلب على الفجوة الدولارية أو نقدر نتغلب على التعثر في العملة والنقد الأجنبي. وبالتالي في هذه الحالة لما انطلق أقول أن احنا النهاردة عندنا أكبر مخزون رأس مالي من البشر في داخل المنطقة، وهو يجب أن يستغل من خلال التفكير والابتكار وإبداع من خلال تقديم منتجات جديدة للسوق. صحيح. لما أجي أقول النهاردة البنية التحتية، الخبر الأول اللي حضرتك بتقول أن هو تكنولوجيا المعلومات اللي تقدمت فيه الدولة المصرية، يبقى لابد أن يكون هناك تطوير في الصناعة معتمدة على الإلكترونيات حتى يمكن أن تكون الصناعة متقدمة. صحيح. وبالتالي لابد أن يكون هناك القيمة المضافة هي الأساس. لما أجي أتكلم على الكهرباء والمواني وغيره، يبقى لابد أن أستغل، لأن في هذه الحالة ما لم تقم الدولة المصرية باستثمار البنية التحتية، المصروفات في البنية التحتية، تصبح هذه التكاليف غارقة سيدفع الأجيال القادمة لديها. وعليه فلا بد أن يكون لدى الدولة المصرية النهاردة إرادة قوية من خلال إدارة اقتصاد، إدارة واعية على أساس الاستفادة من هذه الموارد والإمكانات الموجودة والاستفادة من الفرص اللي موجودة في داخل الدول الأفريقية. طب استأذنك يا دكتور محمد أخيرا، أرجو ما كنتش طولت على سعادتك. أوامرك. هل حضرتك بس، ودي يعني ممكن الإجابة عليها بنعم أو لا، هل حضرتك شايف أن سياسات الدولة في تطوير الاقتصاد المصري وتنمية الصناعات التصديرية سياسات جيدة تحقق الطموحات المطلوبة، أم مطلوب الارتفاع إلى أفاق أعلى؟ لا، مطلوب دلوقتي. الأزمة تفرض علينا تحديات أكبر، الأزمة تتطلب منا مرونة أعلى. الأزمة تتطلب منا ليه؟ لأن هناك أزمة عالمية وأسواق تحتاج، والمنافسة النهاردة أصبحت أكثر شدة. وبالتالي يجب أن يكون إدارة الاقتصاد الوطني تحتاج إلى مرونة وأدوات جديدة تتفق مع الأزمة الحالية، بمعنى إذا كان لا يمكن أن تغير اتجاه الريح فيجب أن نعدل قلاع سفينتنا عشان نتفق ونستفيد من الفرص المتاحة التي تخلقها الأزمة الحالية للاقتصاد المصري. هنا بنفتكر بقى أغنية شادية العظيمة اللي قالت مين بجاهه أو بماله دور الريح في اتجاهه وغير المكتوب عليه. إن شاء الله نغير المكتوب علينا. بشكرك جدا يا فندم دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، العميد السابق لكلية التجارة جامعة الزقازيق. فعلا لو مصر قدرت تغير دورت الدفة ممكن جدا تتنقل نقلة كبيرة. والحقيقة كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن فكرة تغيير السياسات الاقتصادية المصرية. نتمنى أن الدولة تكون فعلا يعني بأجهزتها كحكومة وكوزارات وكجهات تكون يعني وصلت لهذا الصدى ان هي فعلا تنتهك سياسات جديدة. دايما بتكلم على الاتجاهين، اتجاه البناء واتجاه ضرب الفساد. سعدت جدا النهاردة بخبر الرقابة الادارية اللي احكمت القبض على قضية كبيرة جدا جدا لمسؤول كبير في وزارة التربية والتعليم، كان مدير شركة الدولة مساهمة فيها بنسبة كبيرة،
ومع آخرين تربحوا ب 25 مليون جنيه، ودي قضية كبيرة فعلا. الواحد كل شوية بيقول الرقابة الإدارية بقى لها كتير، لا دي هي في قضايا ما بتقولش عنها، لكن دي قضية كبيرة. وتظل مصر وراء كل فاسد إن شاء الله خد جنيه من دم الناس، لأن المعاناة اللي بيعانيها الأسر المصرية تستحق مننا إن إحنا نحيي كل الجهات الرقابية اللي بتصل بنا لضرب فعلا بيد من حديد. يعني كلمة بتتقال كتير، لكن فعلا يمكن مش لاقيين كلمة أقوى منها دلوقتي، إن إحنا نقول إن كل إنسان مفيش وقت ولا في خلق ولا الناس مستعدة تستحمل ضغط تاني. ما يبقاش الرئيس بيوفر رفع أسعار الكهرباء للمرة الستة يمكن أو السبعة، ويبقى في ناس بتتمرمغ كده وسايبينها ولا كأن في حاجة.